نروح برضو لمكالمة عبر سكايب هامة جدا الحقيقة مع واحد من كبار المدربين والمدرب التاريخي للمنتخب الكاميروني وأحد أساطير نادي مونشنغلادباخ الألماني، وأيضا أحد أبرز نجوم كرة القدم الألمانية، وهو أيضا من أشهر المدربين الألمان وأكثرهم نجاحا في إفريقيا والشرق الأوسط، وينفرد تشايفر، واحد من أساطير الدوري الألماني وفاز بالبوندسليغا وبطولة أوروبا مع الجيل الذهبي لنادي بروسيا مونشنغلادباخ، وله 400 مباراة في الدوري الألماني. أما طبعا على الصعيد التدريبي محدش هيقدر ينسى طبعا الجيل الذهبي للكاميرون، بطل أمم إفريقيا 2002، واللي صعد طبعا كمان لكأس العالم ووصل في نهائي تاريخي لكأس القارات، نهائي كأس القارات ضد فرنسا. وينفرد تشايفر واحد من أهم المديرين الفنيين اللي دربوا هنا في أفريقيا، وكان له بطولات كتيرة جدا مع المنتخبات ومع الأندية. خليني أرحب مبدئيا بأسطورة كبيرة في عالم التدريب وينفرد تشايفر، أهلا بيك. أشكر حضرتك على مقدمتك الجميلة، ساعدتني كثيرا. لا ده حقه طبعا، لكن خليني أبدأ في البداية الحقيقة. طبعا ما اعرفش هل تابعت مباراه الاهلي والدحيل القطري امبارح في بطوله كاس العالم للانديه ولا لا؟ كنت اتفرجت عليهم على التلفزيون، وكانت بالنسبه لي مباراه مهمه جدا. انا كنت عايز اشوف الاهلي هيلعب ازاي، لانه واحد من احب الفرق الى قلبي في افريقيا. انا بحب الفريق ده وبحب الكره بتاعتهم، وامبارح في النص الاولاني انا شفت الفريق بيلعب الاهلي بطريقه جميله جدا، كان في ضغط جامد قوي وبدقه شديده، ولكن مع النص الثاني ابتديت اشوف تراجع صغير. اتمنى ان ده ما يكونش بسبب مشكله، ابتديتوا تدوا فرص اكتر للدحيل انه يحرز اجوان في النص الثاني، وانا شايف ان لو هتلعبوا مع بايرن ميونخ لازم النهارده يكون الضغط مستمر عشان الماتش يعدي ويوصل بينا للفاينل. طيب من وجهة نظرك مين أكتر لاعب لفت نظرك في مباراة الأهلي؟ بالنسبة لي كان الجون هو كان أفضل واحد، محمد الشناوي. محمد الشناوي هو جون جميل جدا وحافظ شباكه، وكذلك اللي عجبني أكتر هو التعامل مع بعض كأعضاء لفريق واحد، كانوا كلهم بيلعبوا بروح واحدة بروح الفريق الراجح، وده أمتعني كثيرا. تمام. طيب يعني طبعا بصفتك واحد من أساطير الدوري الألماني، شايف إزاي مواجهة النادي الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة العالم للأندية؟ بايرن ميونخ في اللحظه اللي انا بتكلمك فيها هو بيلعب ماتش دلوقتي في برلين في سنو، وزي ما انتوا عارفين طبعا المفروض كان يقدم كتير عشان يلعب قدام سنو، وبالتالي هتلاقي الفريق بعض الشيء ربما مجهد، ومفروض بعد كده ان هو يسافر مباشره لقطر ويلعب الماتش بتاعه بعد رحله طيران 6 ساعات. اللي انا شايفه ان تغيير الكوتش برضو بالنسبه للماتش قدام الاهلي، يعني هو عنده لاعبين كفايه، عنده 3 4 لاعبين يقدر يغير فيهم من حسب راي الكوتش، ولكن فريقكم لازم يلعب. انا النهارده بقول لك بكل الشجاعه، لان في تاريخ السابق بايرن ميونخ خسر مبارياته امام فريق اسمه كيل وفرق من المستوى الثاني، لان في اللحظه دي البايرن ميونخ هو مش في افضل حالاته. وانا النهارده بقول لك كمحب للأهلي أنا عايزك تنتهز هذه اللحظة، أنتوا تقدروا تكسبوا المباراة. النادي الأهلي يقدر يكسب مباراة البايرن؟ طيب قول لنا إزاي يقدر يكسب مباراة البايرن؟ زولر، بايرن ميونخ أحد أكبر مشاكله النهارده هي الدفاع. زولر هو لاعب تقيل بعض الشيء، ما هوش سريع كفاية، وزي ما انتوا شفتوا في الماتش مع المانيا مقابل اسبانيا كان ليه اخطاء كتير، لان اللاعبين التانيين كان عندهم السرعه، الاسبان كانوا بيلعبوا بسرعه. احنا النهارده لو عايزين نكسب لازم نلعب مقابل زولر لمسه، وان تاتش وان تاتش على طول نجري الكوره.
لان لو لعبنا بالسرعه الكافيه وانا عارف انه عندكم خط هجوم قوي وكسب ماتشات كتير. المشكله النهارده اللي قدامنا اللي عند بايرن ميونخ هو ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي هو النهارده افضل مدافع على مستوى العالم، وكمان عندهم لاعب مهاجم، وكمان عندهم مدافع شاب زي ميولر، وهو اسف كحارس مرمى. النهارده احنا عايزين ندور ايه المشاكل اللي عند بايرن ميونخ. المشاكل هي ان دفاعهم بطيء، ومشكلتهم الكبرى هي في الدفاع. لازم تخش بالكوره في الخطوط الاولى، لازم مهاجمينكم يكونوا على طول في الامام. تمام. طب كيف يمكن السيطره على ليفاندوفسكي؟ ليفاندوفسكي عشان نتحكم فيه من رأيي هو انك لازم تشوف مين اللاعب اللي يقدر تديله الكور على طول، لانك يعني انت النهارده لما عارف الكره رايحه لفين، لو ليفاندوفسكي معاه من 3 كور من 10 مش هيقدر يلعبه. ومش ليفاندوفسكي هو المشكله، ان انت توقف التمريرات ليه هي المشكله. قدرنا نتخلص من دي، يبقى ليفاندوفسكي قدامه احتمالين فقط، احتمالين من 10 لو هيمرروا له 10 كور. ليفاندوفسكي رينالدو وليفاندوفسكي هم من افضل اللاعبين الهجوم في العالم، نعم، ولكن اعيد مكررا لازم توقف الكور اللي رايحه له عشان بكده تتفاداه، وبكده يبقى عندك فرص انك تتحاشاه في المباراه. طيب هو مين اللاعب اللي هو نقطة التحول من الدفاع للهجوم، أو اللي بيوصل الكور أكتر لاعب بيوصل الكور لليفاندوفسكي عشان نقدر نمسكه من وجهة نظرك؟ طبعا كان كينيش هو اللي بيقدم الكور على طول لليفاندوفسكي، وهو لاعب كويس برضه وبيسلم على طول ميولر. بيلعب لمسه واحده لمستين معاه، بيبدل معاه الكوره. طيب. الا ان ليفاندوفسكي لو طلعناه من صندوقه او من منطقته او اخدناه من الشمال لليمين، هتلاقي الثاني او ميولر بيكملوا معاه. فانت المهم عندك ان الدفاع اللي هيقف قدام ليفاندوفسكي ما يطلعش معاه بره، يفضل في منطقته، يفضل في الخلف، لان لو ساب مساحه مكشوفه هنا الخطوره. تمام. حضرتك لعبت كتير ضد منتخب مصر ومتابع جيد للكره المصريه، شايف ايه هي نقاط قوه الفرق المصريه في مواجهه الفرق الاوروبيه؟ الكره في اوروبا زي البوندس ليج او في فرنسا او في ايطاليا او في اسبانيا او انجلترا، الدوري الاول الاقوى عنده فرق كبيره. في مصر ربما الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك هم اللي على التوب الليست، وبعد كده الباقي كله في كاتيجوري ثانيه. وبالتالي لو عايز تلعب الورلد كاب لازم يكون عندك برضو التفكير ازاي هتواجه فريق اوروبي متعود انه يواجه فرق كبرى، لان الفريق الاول اللي هيضغط قدام الدحيل، اللي ضغط قدام الدحيل كان الاهلي. ولكن انا مش شايف ان في الكوره المصريه في كتير من الفرق تقدر تعمل نفس اللي عمله الاهلي. وبالتالي قدرنا بالامكانيه اللي عند الاهلي ان احنا نتخطاه. في اللحظه دي بقى المفروض ان يعني اللي حصل في الشوط الثاني نتفادى انه يتكرر. الاهلي مش لازم يسيب مساحات ويسيب الهجوم يخش منطقته. لازم نضغط. لازم نضغط ونتخطى خط الوسط دايما، ما نلعبش دفاع. ده لو عايزين نلعب قدام فرق اوروبيه. أيوة. لان بايرن ميونخ في دي عنده مشكله. طيب كان هناك تصريح لرومانيجي واحد من اساطير كره القدم الالمانيه ورئيس نادي بايرن ميونخ، بيقول ان هي مواجهه ليست مواجهه صعبه
ويجب أن يكون هناك احتراس من مواجهة النادي الأهلي نادي قرن في أفريقيا. إيه رأيك في هذا التصريح؟ What is your opinion about that, sir? نعم اسمح لي أعيد، الأهلي هو رقم واحد في أفريقيا، الكرة في مصر هي الكرة رقم واحد على مستوى الأفريقي، وبالتالي في ناس يعني مثلا زي صلاح في ليفربول وكتير من اللاعبين بشوفهم عندهم إمكانيات فردية، ولكن النهاردة الفريق ككل لعب كويس في زي ما يكون فريق دولي أوروبي أمريكي، بس ده عايز أقول إنه فقط كان في النص الأول، لا مش أول 45 هي المباراة، التسعين مباراة على بعض، التسعين دقيقة على بعض هي مباراة، والتركيز هو اللي هيدينا الفرصة، ما نخليش بايرن هو اللي ينتج مباراة وأنا أدافع عنها. طيب على الجانب الآخر، هل توقعت صعود تجريس المكسيكي على حساب أولسان الكوري الجنوبي ولا لا؟ أنا بصراحة ما أعرفش الفريق المكسيكي، ولكن أعرف الفريق الكوري، وأعرف إن عندهم ديسيبلين عالية جدا، عندهم التزام، بيلعبوا كورة كويسة. أنا النهاردة ما أقدرش أقول لك بالظبط حاجة مفصلة عن الفريق المكسيكي، وإن كنت أعرف إن الكرة المكسيكية هي كرة تكنيكية أكتر من أي شيء، ولكن الكرة الكورية واليابانية كان عندهم برضو التكنيك، وعلى مدة 90 دقيقة لعبوا بقوة وكما يعني بطريقة فيها التزام عالي، خلقوا لنا مفاجآت كتير أثناء المباراة. ولكن الأول إحنا النهاردة اسمح لي أرجع إن مباراتنا أجينست مقابل البايرن، البايرن مجهد يا إخوة، بايرن النهاردة يعني المفروض لسه هيسافر لقطر وهو مجهد، والكوتش غير 3-4 لعيبة في المباراة عشان يجهز نفسه للماتش ده. قدامكم فرصة، خذوا هذه الفرصة اقتنصوها. طيب ترشح مين يكون متواجد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وهل من الممكن أن يكون هناك مفاجآت؟ وإن شاء الله صوتك طبعا أكيد وصل لملايين الأهلاوية اللي بتتابعك دلوقتي. نعم مفاجآت أكيد طبعا، إن فريق يعني سيبك دلوقتي من المفاجآت، أنا متأكد إن فريق زي فريق الأهلي هيوصل للفاينل، قدامه فرصة، لازم يكون عندنا الثقة. الموضوع إن إحنا مش نقول إحنا سعداء إن رحنا قطر أو إن لعبنا في المونديال، لا، لازم يكون عندنا الثقة، لغة الجسد، التركيز، الكوتش يبث الروح دي في لاعبينه، لأن مش لازم نتوقف عند هذه المرحلة. أنا أتمنى أن نلعب جميعا كفرق، وكذلك ككرة مصرية بتمثل الكرة الأفريقية في الشامبيونشيب، أن نلعب بهذه الروح وأننا واثقون من النجاح. أنا بشكرك جدا، شكرا جزيلا للمدرب الأسطوري لعدد كبير من المنتخبات في إفريقيا، وواحد أيضا من المديرين واللاعبين الكبار والأساطير الحقيقة في ألمانيا، وينفرد تشايفر.